ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. وتعالوا نشوف فنجان برج السرطان الفتره القادمه باذن الله تكون خير وسعاده وهنا. طبعا عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا، انا دلوقتي هقول شويه اعراض، ولو انتوا بتحسوا بالاعراض دي يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. الاعراض دي بيجي لكم احلام مزعجه، نفور في العلاقه الزوجيه، نفور في اكتمال العلاقة العاطفية، ضربات قلب سريعة، رعشة دايما، دوخة، توهان، تشتت، عدم اتخاذ القرارات، ضعف التركيز، حزن على طول، ضيق في التنفس، ألم متنقل في الجسم، صداع، حب الوحدة والعزلة، الخمول والكسل والإرهاق، بتصحوا من النوم كأنكم عاملين مجهود، كأنكم تعبانين، كأنكم متوترين. لو بتحسوا بالأعراض دي اكتبوا لي في الكومنتات. يلا بينا نشوف فنجان برج السرطان الفترة القادمة. بسم الله ما شاء الله. برج السرطان، انت دايما عندك مواجهات، دايما عندك مشاكل كتير جدا مش عارف تحلها ازاي، دايما عندك توتر، دايما عندك حيرة، دايما عندك امور عكس ما انت تتخيل. بقيت هنا متسرع جدا انت يا برج السرطان في قطع علاقاتك مع الناس اللي هي بتزعجك، مع الناس اللي هي دايما بتقارن نفسها بيك، دايما عاملة لك توتر وحيرة. بقيت عندك قطع العلاقات، بتقطع العلاقات بسرعة عشان خاطر الناس دي سببت لك ألم في الماضي، سببت لك ألم في الحياة. برج السرطان انت ما بتبخلش على حد، بتحب تساعد كل الناس وتقف مع كل الناس وتفعل دايما الخير، بس محدش بيردلك الخير بالخير، بالعكس بيردولك بسذاجة وبيردوا عليك عكس ما انت تفكر. بص كمان يا برج السرطان، انت هنا عندك انطلاقة جديدة في حياتك وعندك رحلة حلوة، بس عندك تشتت في الافكار ومش عارف تاخد القرار الصح. عندك تعرف على حد جديد الفترة اللي جاية، الحد ده هيغير من طريقتك في الحياة وهيديك دايما انطلاقة جديدة. عندك شخص غالي عليك مريض انت يا برج السرطان، لدرجة ان انت حلمت حلم وحاليا بتمر بأزمة مالية او كرب في حياتك، او ممكن تكون عليك دين الفترة دي. في واحدة ست قريبة منك بتحبك وليها دور كبير جدا في حياتك وخاصة في مجال عملك، هتساعدك في ترقيتك والحصول على المكافأة اللي انت مستنيها. انت محتاج ايه الفترة دي؟ محتاج تغير ايه في حياتك؟ تغير نظامك ولا تغير طبيعتك ولا تغير ايه؟ ايه الحاجة اللي انت محتاج تغيرها اليومين دول؟ بتحاول تغيرها، بتفكر فيها كتير. الحاجة اللي بتضايقك، اللي بيتضايقك بتفكر فيه كتير. شايفالك كمان هنا خبر حلو كنت محتاج تسمعه بقالك فترة، بإذن الله هيتحقق يا برج السرطان. عايز أقولك إن ربنا هيفك كربك وهيبدل حزنك بسعادة وهيفرحك وهيوسع رزقك ويقرب منك البعيد، اللهم أمين يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله يا برج السرطان، أنت عندك أيام جميلة وعندك فرحة وهنا بفضل ربنا الأيام اللي جاية. ربنا بيقولك ابشر وبشر الصابرين إن هو هيديك ويكرمك ويوسع رزقك. برج السرطان عايش ببركة ربنا رغم ان هو عليه كمية ضغوط رهيبة، نومه مش مستقر، دايما بيفكر كتير جدا، 24 ساعة في 24 ساعة تفكير، دماغه شغالة على طول دون اي انقطاع في حياته، وده عامل له توتر لدرجة ان هو بيعاني من ألم في الظهر وألم في الركبة والعين بشكل بشع جدا جدا. برج السرطان، ست السرطان او رجل السرطان دايما بيكونوا بسيطين جدا، بيحبوا الضحك والهزار، بيكونوا مرحين وغلبانين جدا 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 من جواهم، واللي هيعرفهم هيحس ان هو عارف حد كويس جدا. ما بيعرفوش يحقدوا ولا يكونوا لقمه ولا الكلام ده كله، بس شايفه ان فتاه السرطان عندها دمار شامل، عندها عقده نفسيه، بس برغم كده ان هي بتقاوم وبتعافر وبتجاهد عشان خاطر توصل وتكمل، بس دايما عندك مشاكل يا برج يا فتاة السرطان. معظم برج السرطان الزعل اللي جواكم ده بيبقى سببه العشم، بتبقى فاكر انك غالي وعزيز عند ناس وفجأة تكتشف انك مش عزيز ولا غالي زيك زي اي حد في حياتهم، ودي حاجات بتزعلك وبتكتم جواك وبتدمر نفسيتك. كل ما بتكبر، كل ما بتكبر وكل ما بتمر بتجارب فاشلة يا برج السرطان، انت بتحس بايه؟ بتحس ان عقلك خلاص تعب، بقيت عايش في رعب
ممكن تعبك ده يدخلك في حالة نفسية لو كنت بسيط جدا. زمان كان التعب النفسي ده مجرد فترة في حياتك او حاجة هتاخد وقتها وخلاص هتخلص، لكن مع الوقت بتحس ان انت استهلكت كتير جدا من صحتك ومن حياتك، بس شايفة لك حياة جديدة وشايفة لك التعب النفسي اللي انت فيه ده هيتغير، وهتكون هتكون يعني هتكون حاجة كويسة في حياتك، وهتقف على ارض صلبة بإذن الله، وهتقف على رجلك تاني من جديد، والرعب اللي جواك ده هيتشال منك خطوة خطوة بعد ما تعمل الخطوات اللي هي في حياتك الفترة اللي جاية. عايز اقولك انه مع نهاية العام ده حظك هيتحسن وهيكون عندك نصيب حلو جدا في الايام الجاية. الفترة دي زي ما قلتلك نومك مش مناسب جدا لخلايا المخ عندك والاعصاب، وده دايما عامل لك صداع في حياتك. بلاش تعاتب الناس اللي زعلتك، بلاش تعاتب الناس اللي زعلتك او تحسسهم ان انت بتعاتبهم عشان انت بتحبهم. انت سيبهم زي ما هم، سيبهم زي ما هم، وهم اللي هيدوروا عليك. طيب قولي انت كنت تعرف مين وعملت لبعض بلوكات يا برج الميزان؟ انت كنت تعرف مين، مين اللي عملت له بلوك وكان عزيز على قلبك بس اكتشفت حقيقته؟ سبحان الله يا برج السرطان، سبحان الله، عندك تغيير جذري في كل حاجة، عندك تغيير جذري في كل حاجة. ربنا قادر على تغيير كل شيء لأجله، قادر ان هو يغير حالك لأفضل حال، قادر ان هو ربنا ياخد لك حقك من كل شخص أذاك، قادر انه يحقق لك أمنيتك اللي انت بتحلم بيها كل يوم انها تتحقق، قادر يكبر بخاطرك، قادر يفرح قلبك، قادر يعوضك، قادر ان هو يخليك تنجح وتكمل وتوصل. ربنا كريم يا برج السرطان، ودايما خليك مبشر، في علامة عندك وإشارة وراهم فرج وفرحة بإذن الله الفترة اللي جاية. شايفة كمان يا برج السرطان العلاقة اللي انت فتك ومرت بسنين صعبة وأيام كلها تعب وشقة في حياتك دي هتنساها وهتدخل في حاجات حلوة. أقولي انت ايه الحاجة اللي زادت عليك في بيتك؟ في مصاريف عندك شغالة، في توتر، في فلوس جاية، في حاجات كده. الإشارة اللي هتجيلك دي هتكون رضا من عند ربنا ليك، هتكون رضا من عند ربنا ليك، عشان ربنا عايز يفرحك وعايز يكرمك وعايز يديك اللي انت مش عارف تاخده. برج السرطان، برج السرطان انت هنا شايل مسؤولية وشايل هم، شايل مسؤولية وشايل هم كبير جدا فوق كتفك لدرجة ان انت مش عارف تعمل ايه. كل اللي عليك ان انت خايف، متوتر، حيران. فتاة السرطان اتظلمت من اقرب الناس ليها، فتاة السرطان خدت قرار غلط في حياتها لحد الان ندمانة عليه، وحاسة ان هي دلوقتي حست قد ايه القرار اللي خدته ده غلط، قد ايه دخلت بيت او قد ايه اتعرفت على اشخاص اذوها، تكلموا عليها، سرقوها، خانوها، غدروا بيها، طعنوها، الله اعلم. قولي لي يا برج السرطان، اكتشفتوا حقيقتهم ولا لسه؟ اكتشفتوا مرات الاخ ولا الاخت ولا الصديقه؟ اكتشفتوا مين بالظبط؟ مين الناس اللي عندكم اللي دايما عايزاكم تكونوا ناس كده، عايزاكم تكونوا غامضين، عايزاكم بيحسسوكم ان هم عايزين مصلحتكم وهم بالعكس ولا عايزين مصلحتكم ولا عايزين حاجه؟ عندك يا برج السرطان انت الفتره اللي جايه دي عروسه، عروسه في حياتك، لاما حد هيقدم لك هديه، لاما انت هتقدم لحد هديه، لاما عندك لبس خطوبه او لبس زواج الله اعلم، او انت ناوي تروح مناسبه الله اعلم، بس انت عندك لبس فستان الفتره اللي جايه، وده بيدل على بشارات كتيره جدا حلوه. انت نهيت علاقتك مع بعض الناس يا برج السرطان، وبدات ان انت تقطع علاقتك مع كل الناس، وبدات ان انت عايز تعيش لوحدك، تعيش في كوكب تاني مختلف، تعيش بمزاجك، محدش يتامر عليك ولا حد. بدات تقول ان انا مش عايزه ادخل حد في حياتي يظلمني ويتعبني ويعمل لي توتر، انا اعيش مع نفسي رغم ان الوحده وحشه، بس مع نفسي هكون مرتاح، ولا حد يقول ان انا قلت ولا عدت، ولا حد يقولني كلام انا ما قلتوش، ولا حد يجيب عليا ظلم وافتراء. صح يا برج السرطان؟ قولي طب الموضوع اللي شاغل بالك وشاغل تفكيرك، ناوي تاخد خطوة لقدام ولا لسه؟ ناوي ان انت تنفذ القرار العميق اللي انت بقالك فترة ولا مش ناوي؟ قولي ناوي تعمل ايه بالظبط؟
انا شايفه ان انت بالك مشغول، بالك مشغول وبتفكر كتير جدا، بتيجي تحط دماغك على السرير بتلاقي دماغك بتودي وبتجيب وتجيب وتودي، ومش عارف او مش عارف تبدأ منين او تكمل ازاي. طب اقول لك على حاجه، المشروع اللي انت دخلت فيه واتضحك عليك فيه او طلع فاشل او انت ما كملتش فيه، ده حكايته ايه؟ هتسيب حقك كده يا برج السرطان، ولا هتفضل تدعي ربنا كتير عشان يغير تغيير حياتك وبإذن الله يكرمك ويوسع رزقك؟ زي ما انا شايفة لك تعويض الفترة اللي جاية وعندك رجوع حق. شايفة كمان للمنفصلين ممكن يكون عندكم رجوع، او انتوا عندكم لهفة واشتياق لأحباب، عندكم لهفة واشتياق، بس انا شايفة لكم تجمع عيلة، وعندك ثلاث أشخاص في حياتك تجمع عائلي، وعندك طفل صغير، الطفل ده مريض ولا انت خايف عليه، ولا انت في ايه بالظبط يا برج السرطان؟ مين الست اللي تحس ان هي عيونها ملونة وشعرها طويل في حياتك؟ وهي الست دي تحس كده ان هي بتبين لك ان هي كويسة، بتبين لك ان هي كويسة، بس انت في الحقيقة حاسس وتفكيرك متغير شوية. شايفة لك يا برج السرطان الفترة اللي جاية هيكون عندك تقدم حلو جدا في حياتك، وعندك نجاح، وعندك تغيير جذري اللي انت مستنيه واللي انت بتحلم بيه. وشايفة لك كمان هنا انطلاقة جديدة وسكة فيها خير. طيب لو انت عندكم صديقة مقربة منكم بلاش تحكولها كل اسراركم، بلاش تطلعوا لها المداري، بلاش تتكلموا عن نفسكم او عن اي حاجة مفرحاكم. السرطان مشكلته حاجة واحدة، السرطان كلامه كتير عن نفسه، دايما بيقول انا هعمل وهعمل هعمل، ما يعرفش يكتم. لما بيفرح بيحب يفرح كل الناس، وده بيكون غلط جدا جدا في حياته، وده بيعمل له توتر وبيعمل له حيرة وبيعمل له انقلاب بشكل كامل لبرج السرطان. فانا شايفة لك نجمة، النجمة دي خطواتها كتير جدا عشان توصل لها، بس انا عايزة اطمنك انت التعويض اللي هيكون جاي لك ورا بعض هيخليك توصل للنجمة دي بكل الطرق باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. شايفة لك كمان يا برج السرطان انت قطعت علاقتك مع برج الثور وزعلان من برج القوس، وكمان حرف الالف اللي مجننك وعامل لك حيرة، ومين برج الحمل ومين برج العقرب، مين الناس دي كلها، ومين الست اللي كبيرة في السن اللي دايما بتدعي لك وعايزك تكون باحسن حال، وليه انت حاسس نفسك متربط ومتكتف ومش عارف تعمل اي حاجة؟ قول لي يا برج السرطان هتفضل لحد امتى حيران، وهتفضل لحد امتى متوتر، وهتفضل لحد امتى خايف من بكرة؟ انا عايزاك تقف على ارض صلبة زي ما انت واقف، وعايزاك توصل لهدفك. مين القطة اللي عندك دي؟ يا هل ترى القطة دي حد عندك في حياتك غلبان وطيب ومسكين، ولا حد عامل على هيئة قطة وانت لسه ما اكتشفت حياته؟ طب قول لي الخيانة اللي انت اكتشفتها دي اخبارها ايه؟ عملت لك ايه في حياتك؟ صدمتك؟ قلبك فيه نغزة صح؟ بتعاني من، بتقول انا عملت لهم ايه؟ انا ليه ردوا عليا الحب اللي انا اديته لهم، ردوه عليا بقاسية وبظلم، رغم ان انا كنت كويس معاهم، رغم ان انا كنت بحبهم، رغم ان انا دايما بفعل المستحيل علشانهم، رغم ان انا دايما بحب لهم الخير، ليه هم ردوا عليا بالاساء وبالظلم وبالاهانة؟ ليه؟ صح؟ بتسأل نفسك كتير جدا اسئلة مختلفة، حاسس انه في حد واقف على كتفك ومكتفك، حاسس انه في حد بيحبطك، حاسس انه في حد دايما عايز لك المشاكل وعايز لك الاحباط، حاسس انه محدش عايز لك الخير في حياتك ابدا. شايفة لك كمان يا برج السرطان انت هتدخل في مواجهات كتيرة جدا الفترة اللي جاية، وكل المواجهات دي هتكون من صالحك. طيب اقول لك على حاجة، مين الشخص اللي عندك اللي دايما ما بيحكمش بعدالة؟ دايما بتحس ان هو جاي عليك وعايز يظلمك، ما بيحكمش عليك بعدالة، او لما بتتناقشوا قدامه دايما بيحكم عكس او بيميل مع حد، انت حاسس كده صح؟ انت دايما حاسس بالظلم يا برج السرطان، انت دايما حاسس بالظلم، وحاسس ان انت وحيد رغم في ناس كتيرة جدا جنبك وفي ناس كتيرة بتحبك. انا عايزالك السعادة وعايزالك الرزق وعايزالك التفاؤل وعايزالك الهنا، بس انت دايما خلي في حياتك يقين بالله. اتمنى لك كل ما هو جميل، صلي على الحبيب دايما، استغفر ربنا، ربنا بيقولك وبشر الصابرين، يعني انت عندك دعاوى كتيرة جدا جدا مستجابة الفترة اللي جايه.